صباح الفل يا ست امينه. انت ايه حكايتك الواد يا حليم؟ فين الصف؟ وغلاوتك عندي يا ست امينه، مفيش جوينت واحد في السوق. بقول لك ايه؟ لو مش هتعرف تجيب لي اللي انا عايزاه قول لي وانا اشوف حد تاني يجيبه. طب ما انا قلت لك في صنف تاني، انما ايه؟ يودي الدماغ دي ب60 داهيه. ها؟ طب بص هاته مؤقتا لحد ما نلاقي الصف التاني. ده الكلام. امينه. ايوه. صباح الفل يا ابله ابتسام. هجيب لك المفتاح. يلا طير انت بقى. نادم من عدم. سلام عليكم. انا رايح الجامعة، عايز حاجه؟ استني استني استني، انت عارف ايه؟ انت كنت بتتكلمي مع الواد ده في ايه؟ بتكلم في ايه؟ كان عايز المفتاح. كل ده يا امين عشان عايز المفتاح؟ كل الرغي ده عشان عايز المفتاح؟ انت ايه يا بت؟ هتفتحي لي محضر على الصبح ولا وتستبحي؟ سلام. استبح؟ تعالي هنا يا بت، انا مش هكلمك. بت يا امينه. شحتة. اه يا شحتة. نعمل يا سيدي المعلمين. بقول لك يا انت بتراقب البنت صافية دي، ما لاحظتش عليها حاجة؟ حاجة زي ايه؟ انا كل اللي شفته بتقولته. ايوه. لا يعني ماشية مع حد، ميالة لحد. الشهادة لله البنت دي زي الجنيه الدهب ومحدش عارف يلف عقلها. انتش عرفها. عيب عليك يا معلمي، ما احنا برضو بنعرف نوزن البت ونعرف اذا كانت البت دي مشاعر عوج ولا بتاع الجواز. الله شكلك كده تغف، واول واحده هتقع معاها هتلاعبك عشانك. فاشر يا معلمي، ده احنا يعني لا مؤاخذه زي ما بيقولوا عصرنا الدنيا ومصينا زعزعتها. بس انا شفت البت دي وهي ماشيه مع الواد فؤاد وكانوا اخر انسجام. وبعدين؟ مفيش، كل واحد راح لحاله، كله روح على بيته. جايز برضك كانوا في شغل. وجايز كانوا خارجين مع بعض. ما اظنش يا معلمي، حاجة زي دي ما كانتش تستخبى في الحتة، كان زماني عرفت. اه. طب ما تسأل البت سناء وهي تقول لك الله انت مش عامل لي فيها ديك ومقطع السمكة وديلها. مقطع السمكة اه، لكن ديلها لسه ما وصلتش. تعرف يا دي انك بتنكت حلو. تصدق يا معلمي انها فكرة حلوة. هي ايه ديل السمكة؟ ديل السمكة ايه؟ البت سناء. اه. طيب. شوف الموضوع ده وجيب لي النتيجه بتاعته وانا هروقك. تؤمر يا معلمي. بس انت يعني مهتم قوي قوي بموضوع البت دي ليه؟ جريان انا هو اكلي وبحلقه، قلت لك هروقك. استنى. امسك. تشكر يا معلمي، ربنا يكرمك يا رب. استنى. وامسك دول كمان. تروح لعباس ومراته. دول لعباس ودول لمراته. هيدعولك يا معلمي، هيدعولك. طيب. وماله لو ليلة تهنا بعيد وسبنا كل الناس؟ أنا يا حبيبي حاسس بحبك دي، ماليني ده الإحساس، وأنا هنا جنبي أغلى الناس، أنا جنبي أحلى الناس. وماله لو ليلة تهنا بعيد وسبنا كل الناس؟ أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد، ماليني ده أمينة. خس عليك يا أمينة، خس عليك يا أمينة، قلبي واقع في رجلي ليه كده؟ اتخضيت يا حبيبتي؟ اتخضيت. وريني وريني بتسمعي ايه؟ وريني بسمع ايه يعني؟ جوه حضن وردة الليلة تسوى كل الحياة. يا سيدي يا سيدي، ده احنا بقينا عاطفيين خالص اليومين دول. ما تشيليني من دماغك بقى يا مينا، انت زهقتيني. طول ما انت عاملة فيها حويطة مش هشيلك من دماغي. عايزة ايه يا امين؟ عايزة طلب صغير قد كده اهو. خير اللهم اجعله خير. ارغي يا امين. بصي يا بسبوسة،
بما اننا اخوات وستر وغطى على بعض، وبما انك مش عايزه تحكي لي اي حاجه عن اسرارك، وانا مش عايزه الفت نظر ماما ليكي خالص عن الحاجات المريبه اللي انت بتعمليها اليومين دول، فخلينا حلوين مع بعض احسن لك. حلوين واحسن لي تهديد ده بقى ولا ايه يا امينه؟ انا يا حبيبتي بهددك؟ لا عاش ولا كان اللي يهدد بسبوسه اختي حبيبتي. كل الحكايه ان عايزه اخرج مع اصحابي وعايزاك تداري عليا لحد ما ارجع. اداري عليك ازاي بقى؟ اداري عليك ازاي؟ وفرض امك طبت علينا بدري، وهي اصلا اليومين دول ملهاش مواعيد، وبعدين هي اليومين دول اصلا شاكه فيكي جامد قوي. يا نهارك اسود، شاكه فيا ازاي؟ شاكه فيكي يا امينه، من كام يوم افتكرتك مزوقه من الجامعه وافتكرتني بداري عليكي. وانت ازاي ما تقوليليش حاجه زي دي؟ يا بنتي مديني بقول لك اهو، وبعدين افرضي فلتتي من هنا وطلعتي بره باب البيت، هتفلتي زي ما الرادار اللي واقف لك تحت. لا مالكيش دعوه بالحكايه دي، انا بلبس النقاب وانا خارجه من الحته، اول ما بطلع بروح قلعاه. يا نهار اسود، فرض ربنا يا بنت بتلبسيه عشان تخرجي من الحته تقابلي شويه صحابك المقاطيع دول، ومش خايفه من ربنا؟ حرام عليكي يا امينه، خافي من ربنا حرام عليكي. الله اكبر، بركاتك يا ست ابتسام بركاتك. ايه يا بنت جرى ايه؟ اللي يسمع كده يقول ما بتقوميش من على السجاده لا ليل ولا نهار. وبعدين يعني ما في ناس بيلبسوه في رمضان وبيرجعوا يقلعوه في العيد، وده برضو غلط، اللي بيعملوا كده بيعملوا حاجه غلط. طيب عندك حل تاني؟ خلينا نخرج. مية مية، بس انا خايفة منه قوي، حاسة انه خطر. ما تخافيش، الواد قلب ده مش هتغوطوا فيه، هيبقى معاكوا زبادي. على رأيك، على بال ما نجيب الاستاف بتاعنا. وانتوا يا بهوات، مفيش حد فيكوا عارف يتصرف؟ الحكومة مقفلة على كل الديلارات، حتى الواد الديلر اللي انا بتعامل معاه قاعد اكلمه وما يردش عليا، اكلمه وما يردش عليا. رحت مكلم واحد صاحبي سألته، قال لي يا عم اسكت ده اتقبض عليه. ده نحمد ربنا ان مبلغوش عليك، كان زمانك مشرف معايا. على رأيي الواد حليمه قال لي نفس الكلام، عشان كده مش عارف يتصرف. حليمه مين ده؟ شامبو جديد ولا ايه؟ يا خفة، الواد حليمه اللي بيجيب لنا دماغنا كل مرة يا بت. لا يا شيخة، بيجيب لنا دماغنا؟ طب هو جايبها تتكسر. يا شحتة، عامل يا سيد المعلمين؟ مين هذه البت المحترمة اللي داخلة عندنا دي؟ مش عارف، بس هي دخلت عندكم في العمارة. أيوه، يعني طالعة لمين؟ جايز جاية الأنسة حنان زميلتها في الجامعة مثلا. حنان بنت أختي؟ جايز، بس والله باين عليها بت محترمة قوي. Thank you.
أمينة. تجي منين يا بنت؟ كنت مع حنان تحت، قاعدة مع حنان تحت. حنان مين؟ حنان بنت عمتي يا ماما. بنت عمتك مين؟ وكمان بنتك سيبك يا بنت. يا ماما قاعدة هنا. انتهى الكلام. وما بتوقف. وما في قدامي هنا. انتهى. حنان مين يا بنت؟ تجي منين دلوقتي؟ انتهى قولي لي بقى الساعة دي منين؟ كنت في عيد ميلاد واحدة صاحبتي. صاحبتك ده ايه؟ والله العظيم. قاعدة في الشارع، قاعدة في صابونة، ملكيت كاسر، رد يا بنت انت على كلامك، رد يا بنت، رد يا بنت، رد يا بنت، لو بنتك ينزل عليها شيخ، عشان تعدموني أنا في يوم وليلة. ما فيش شر عليك يا ماما. إيه؟ ما تكيش كاسر يا أختي، في قصاص الليالي يا بكحة وجيالي، ده منين يا بنت؟ أنت عاوز تكلمني أنا أروح أطلعك في إيديا. أنا آسفة يا ماما، مش هعمل كده تاني. تاني؟ ده بياخدي عمري عشان تعملي كده تاني. لا يا عم انا ايه يا ماما؟ سيبوني سيبوني والنبي خلاص معلش بنت قولي لي انا اسفه. تعالي يا بنت تعالي بنت هنا. تعالي يا امينه قربي لي هنا. تعالي يا امينه. فين يا بنت؟ والله العظيم كنت في عيد ميلاد واحده صاحبتي. في حد بيروح لاصحابه في نصاص الليل؟ ما خدتش اذنياش تخرجي يا ماما. انا لو كنت انتي يا بنت اتكلمي. انتي نفسك بس يا ماما. فيها كيدات. الله 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 ازعي ده صوتكم جايب لاخر الشارع. الحمد لله على السلامه. جيت يا سبع البرمبه فرج اللي ما تسمى اللي اسمها بنتك جايه في نصاص الليالي. اها انا واحده فيهم. هتكون مين يعني؟ اللمسه المحازه والممازه اللي قدامك يا ماما. هدي نفسك بس الاقي ماما. الكلام ده مظبوط يا بنت؟ يا ماما كنت في عيد ميلاد واحده صاحبتي. الله. طب يا بنتي لما كنت في عيد ميلاد واحده صاحبتك ما قلتليش ما قلتيش لامك ليه؟ وتقولي ليه؟ هو انا موجود يا اخويا ولا انت موجود؟ هي عامله اعتبار لحد. يا ماما انا لو كنت قلت لك ما كنتيش هتوافقي، ولو كنت وافقتي كنت هتبعتي معايا البتاع اللي عامل زي الدولاب اللي بيحرسني ده. يا بنتي ما انت عارفه امي خايفه عليك. انت شفت اللي حصل لاختك قبل كده. انا اسفه يا بابا، اوعدكم ان انا مش هعمل كده تاني. اسفه؟ شوفي لي بنك يا اختي اصرف فيه. اسفه. بقول لك يا بنت انت البيت ده مش هتخرجي منه. تاخدي الدروس من زمايلك وانت بتروحي اخر السنه تمتحني. سامعاني يا روح ماما؟ يا ماما انت كده هتضيعي لي مستقبلي. ما يضيع ولا غرب 60 ده يا تاخدك وتاخدي اللي جايبينك كمان. ايوه يضيع ولا يغور في 60 ده. الله. خش انت دلوقتي وبعدين هنبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. يلا خش. يلا اتفضل غرب. يلا. حاضر يا ماما. اتفضلوا. غير كيداهم بالراحة على البيت. امال انت ايه؟ انا مش عايز اتكلم معاك قدام العيال. انت ايه يا اخي؟ الدم اللي بيمشي في عروقك ده ايه؟ ميه؟ ما عندكش احساس؟ مش كفايه ما بتربيش العيال وسايبهم لي؟ هو ايه يا كيداهم؟ انت عارفه ولا من امتى يعني كنت بمد ايدي على البنات؟ خلاص سيبنا رب ولادي بطريقتي. سيبنا طلع منهم بني ادمين. انت عاوز ايه؟ عاوز تخلص عليا يا راجل انت؟ انت عاوز مني ايه؟ هتبقى انت والزمن عليا؟ ما تسيبني في حالي. هو يعني انت ما تربيهمش الا لما تضربيهم؟ سيبنا ربيهم بطريقتي انا. دي اخر مره. سامعني ولا لا؟ طبعا. معلش والنبي ما تعيطي، بس انا والله ما ليا ذنب. انا كلمتك اكتر من 20 مره على الموبايل عشان اقول لك ان ماما رجعت بدري، وانت اللي ما رديتيش حتى شوفي تليفونك وتاكدي. شفت كلامي؟ انا ياما قلتلك انك مسيرك هتقعي. انت تسكتي خالص عشان انا مش ناقصاكي دلوقتي. يا بنتي يا عبيطه، ما انت عارفه ماما تطلع وتنزل على ما فيش، يومين كده والدنيا هتهدى. ما انتوا ما شفتوش قالت ايه يا ستي؟ شفنا وسمعنا، بس هنعمل ايه يا امين؟ معلش هي بس يومين كده هتهدى ان شاء الله وهترجع لطبيعتها. انت عارفه ماما طيبه هتهدى بالتدريج. بس ما نبي يا امينه بلاش موضوع صحابك ده، عشان المره الجايه ما حدش هينفعك.